اليوم كان اجتماع على جدول اعمال الاجتماع، كان امرين. قانون السلطه القضائيه اللي هو بيصار حاليا ويتردد انه في طريقه للتعديل او يصدر قانون سلطه قضائيه جديد، وموضوع النائب العام او موضوع الاسماء. في موضوع قانون السلطه القضائيه يعني هو المستشار وزير العدل قال ان هو طبعا لن يصدر قانون السلطه القضائيه دون توافق جمهور القضاه، وبالفعل هو كان بيعد خطابات لكافه المحاكم ولكافه انديه القضاه، طبعا على راسهم نادي قضاه مصر وانديه قضاه الاقاليم، بان هو لن يكون هناك سمه قانون الا اذا عرض على نوادي قضاه الاقاليم ونادي قضاه مصر في المقام الاول والمحاكم. العاده جرت فيما سبق ان المحاكم كان يعرض عليها مشروع القانون ليستطلع رايها، اللي هو بيعتبر نفسه اضاف هذه المره هو عرض مشروع القانون على انديه نادي قضاه مصر وانديه قضاه الاقاليم. في سابقه هو بيعتبرها يعني هي بالفعل كده يعني، واذا نفذت واذا فعلا اخذ راي قضاه في قانونهم وفيما يتعلق بشؤونهم فطبعا يعتبر ده تقدم الى حد كبير يعني. اما فيما يتعلق بالازمه فهي يعني برضو الحوار ما هوش صريح ما هوش واضح، لكن هو برضو بيتزرع مع الوزير يعني ان هو مش هيقدم على امر ان يجبر احد على الاستقاله حتى لا يتهم مره اخرى بانه اجبر نائب عام، وقال لك هو كل نائب عام بقى هيقولوا عليا انا ضغطت عليه عشان استقيل. فهو كان بيرى ان تدرك الامور بان تحل ذاتيا، مش عارف ذاتيا ازاي، لكن المهم بعد نقاش طويل ويعني مباحثات امتدت اكثر من 4 ساعات او 4 ساعات وشويه، تخللها الكثير من العتاب والكثير من الخلاف والكثير من الشد والجذب، انتهى الامر الى ان هيترك امر تعيين نائب عام جديد بما يتضمن ضمنا او صراحه في رايي ان هناك استقاله من المستشار طلعت ابراهيم نائب العام، لانه لن يترك مساله ان يترك امر تعيين نائب عام جديد لشان مجلس القضاء الاعلى، المفترض ان يفترض هذا او يقتضي ان يخلو المنصب، والا يعني مجلس القضاء الاعلى ازاي هيتعرض لمساله او يترك وشأنه في اختيار نائب عام جديد وفقا او اعمالا للمبدا الدستوري او النص الدستوري الجديد. فمعنى هذا طبعا ان منصب النائب العام هيخلو